سلام للجميع. اليوم جايب لكم تكملة قصة الكوميك للعبة أوتلاست، وبهذا المقطع رح اشرح المجلد رقم 3 و4. فإذا ما كنت حاضر هدول الفيديوهين يفضل تحضرهم مشان تفهم الفيديو أكتر. وبتصير أحداث المجلدين بعد نهاية إضافة الجزء الأول من أوتلاست، لما بيكون كل شيء بالمصحة تدمر والبور ريدر وواليون بارك هربوا من المصحة. واليون راح عند سيمون بيكوك ليحاول يفضح شركة موركوف. وقتها بيوصل المحققين بولين وماريون للمصحة وشافوا الفوضى والجثث منتشرة بكل مكان. كيف جيرمي بلير اللي هو نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع لشركة موركوف ميت ومقتول، وطبعا نحن بنعرف انه وراء هالسبب هو الوار ريدر. بيحاولوا يبحثوا في تسجيلات الكاميرا اللي بالمصحة عن اي دليل، وبعدها بيروحوا ليبحثوا عن واليوم بارك اللي استخدم سيارة مايلز ابشر بالهروب من المصحة. ولما لحقوها وصلوا لأحد الأماكن ولقوا السيارة فارغة تماما وما موجود أي أثر لوايون بارك، وبقرروا يروحوا لمنزل بيلي هوب عند والدته لأن بيتها كان قريب جدا من المصحة، ويمكن الوار ريدر وصل لهنيك أو يمكن يتواجد أحد من معارف واليون بالمنطقة. بيظهر معانا بالكوميك إنه بيلي بالفعل راح لعند أمه وحكاها، لكن قبل ما يوصلوا للمحققين اختفى بسرعة. دخلوا ماريون وبولين لمنزل والدة بيلي، وبالبداية ما حبوا إنهم يشككوها بالأوضاع يلي صارت مع ابنها إنه هو صار الوار ريدر. فسألتها بولين إنه أنت ما زرت ابنك أبدا خلال السنوات اللي تركتيه بالمستشفى؟ جاوبتها أم بيلي وقالت لها إنه ما كانوا سامحين لي أبدا إنه يزور ابنه، لأن هذا الشيء رح يأثر سلبا على علاجه، وهالشيء خلاني ازعل، لكني كنت مضطرة لهالأمر حتى ابني يتعالج. وسألوها أيضا هل في أحد بمر لعندك؟ قالت لهم حبيبها السابق بيجي لكن قليل جدا. وسألوها أيضا عن مايلز أبشر إنه هل بتعرف شيء عنه أو أي صديق بيقرب له؟ بتقول لهم مايلز أبشر اسمه مضحك لكن ما بعرف ولا شيء عنه أبدا. هون شاف ماريون تماثيل غالية جدا، استغرب انه كيف مرأة مثلها عايشة ببيت اللي هو في الاصل سيارة عندها مثل هالاشياء الغالية. ولما سألوها عنهم طلبت منهم الرحيل من المنزل بسرعة وانه هذا الشيء ما بيخصه. بيخرج ماريون وبولين لكنهم بيحطوا بمنطقتها مراقب سري مشان يعرفوا اذا في اي احد رح يحاول القدوم للمكان. قبل خروجهم من منطقة والدة بيلي بيظهر شكلين للوار ريدر في اعلى المنزل، وعندها بشك ماريون انه حس بوجودهم لكنه ما نهم متأكد وبيغادره. التفسير الوحيد لوجود الشبحين غالبا ان واحد بينهم هو بيلي هوب والثاني مايلز ابشر او سيمون بيكو، وهالشغلة لسه ما معروفة او ما كشفت عنها الشركة بالكوميك او بقصة اللعبة. بيدخلوا لمكان فيه انترنت وبيحاولوا انهم ينتحلوا شخصية واليوم بارك مشان يغطوا على افعاله. قاموا بنشر مقالة على الانترنت تحت اسمه فيها معلومات خاطئة، لكن كان في شخص واحد خارج المكان عم يراقبهم وغالبا هات سيمون بيكوك. اما بالنسبة لبيلي هوب اجى لعند امه حبيبها السابق. لما دخل صار في نقاش حاد بينهم عن بعض المشاكل، فقام الرجل ضرب والدة بيلي وخرج بعدها. غضب بيلي لانه شاف امه عم تنضرب فسبقه للرجل لعند سيارته، ولما دخل شاف الوار ريدر جنبه. قام بيلي بتمزيق قتل الرجل بطريقة وحشية. هون المراقب السري شاف الحدث واتصل بسرعة على المحققة وحكى لها الأحداث وأخبرها أنه سيارة الرجل صار فيها ضجة وبعدها انقلبت. قالت له أنه يروح ليتأكد شو صار وخلي خط المكالمة شغال. أول ما فتح باب السيارة صرخ بكلمة الوار ريدر. هون عرفت بولين أنه بيلي هوب لساته على قيد الحياة وما مات وموجود عند أمه، بينما المراقب طبعا مات على يد الوار ريدر. فرقة من شركة موركوف حاصروا المنطقة بسرعة. كان في مجموعة من المدافع الصوتية موجهة لمنزل والدة بيلي. وصل المحققين للمنطقة. ماريون بيسأل أحد رجال الفرقة إنه بتعرف شو هو الوار ريدر؟ أجابوا لا. نعرف من هاللحظة إنه ماريون بيشتغل لشركة موركوف لكنه موظف له صلاحيات قليلة، يعني هو مثل مساعد لبولين فقط ما أكتر، مشان هيك ما بيقولوا له شو هي مشاريع موركوف أو شو صاير. حتى لما سألها لزميلته بولين ما ردت تجاوبه وتقول له شو هو بالوار ريدر. بيدخلوا لعند والدة بيلي بتقول لهم انه ليه هيك عم تعملوا؟ ليه حاصرتوا المنزل؟ ما بحق لكم تعملوا هالشيء، نحن بامريكا. جاوبتها بولين انه نحن بدنا بيلي ولازم يظهر نفسه حالا لاننا جميعا بنعرف انه هون. بتقول لهم انه ما اجى من سنوات للمكان. ماريون نظر للفيجرز او الدمى الغالي مرة ثانية وتذكر انه اهدى احد هاي الدمى لابنته الصغيرة، وقال فجأة انه بيلي موجود هون انا متأكد. قالت بولين لامه لبيلي انا بعرف من وين جبت المصاري لتقدر تشتري الفيجرز الكريستال يلي سعرها غالي جدا. جاوبتها وهي خايفة انه ارجوك لا تأذي ابني الصغير ابدا. ردت بولين
عليها انه غريب ليه عم تهتمي لامر ابنك مع انه انت بعتيه لمصلحة ماوتن ماسيف من اجل التجارب العلمية واعطوك مبلغ كبير من المال. ولما سمع بيلي هالكلام قفز على امه وهو غاضب وقالها كيف بتبيعيني لمصلحة ماوتن ماسيف، انا كنت حبك. وبعدها قام بتقطيعها. بنفس اللحظة بولين وماريون ركضوا للخارج بسرعة مشان يعطوا الامر بتدمير المكان اللي فيه الوور ريدر قبل لا يهرب، واطلقوا الموجات وقاموا بتدميره بالفعل. ومن الواضح انه بيلي تم القضاء عليه، لكن ماريون لاحظ شغلة غريبة انه في نمل اسفل السيارة المدمرة، ويمكن انه الوور ريدر قام بتغيير مضيفه ونقله للنمل الاسود يلي صار هو المضيف الجديد، وبالفعل هذا اللي صار غالبا. وفي بداية المجلد الرابع رح نشوف صورة سيمون بيكوك وبإيده في رسالة او ظرف لمايلز ابشور، وهذا دليل على انه سيمون ومايلز كانوا غالبا على تواصل قبل احداث الجزء الاول من اللعبة. ايضا واضح على سيمون انه في حشرات عم تنزل منه، وفي اكتر من تفسير لهالشغلة راح اعمل عنها فيديو، لكن الاهم هو شو الظرف يلي حامله وشو محتوياته. راح نعرف هالشيء بهذا المجلد. في الصفحة الاولى منشوف ماريون وبولين راحوا لمنزل ويليام بارك مشان يلاقوا اي دليل عنه او حتى وين مكانه ليمسكوه قبل لا يحاول فضح الشركة. ولما وصلوا لعند منزله ما لقوا اي شيء لانه محترق كله، بينما ماريون وجد صورة لعائلة ويليام وفي جنبهم من بعيد عم يراقبهم شخص غريب، ومن الواضح انه ما بدو ياهم يلاقوا اي دليل عن ويليام، وغالبا هالشخص هو سيمون بيكوك. وهلق وبما انه ما عاد في شيء بدلن على ويليام بيروحوا على منزل مايز ابشور لمحاولة الحصول على اي دليل. وصلوا الى جانب منزله وهنيك التقوا بامرأة قالت لهم انه هي بالعادي بتشوف مايز لكنه ما ظهر لفترة من الزمن، لكنها شافته في الليلة الماضية. بس الغريب انه الكلاب اللي مربيتهم بالعادي بيلعبوا مع مايز، لكن هالمرة تجنبوه وما راحوا لعنده. هالشيء بيدل على انه ما كان هو مايلز ابشور بل سيمون بيكوك راح على منزل مايلز وحط بمنزله الظرف مثل ما شفنا بغلاف الكوميك. لما دخلوا للمنزل كان مليء بالفوضى. ماريون بحث في حاسب مايلز ابشور وجد انه في شخص دخل لحسابه من المنطقة اللي هي قريبة من منزل بيلي هوب، وهذا الشيء الغريب طبعا. وايضا لقوا انه في شخص ارسل اله ظرف فيه نمل، استغربوا من هالشيء. ولقى ماريون انه النمل كان نفس النوع اللي بمنطقة منزل بيلي، وهذا بيشرح لنا انه سيمون بيكوك بعد ما موركوف قامت بتدمير الوور ريدر وقام الوور ريدر بتبديل المضيف الى النمل، سيمون قام واخذ مجموعة من النمل وحطه في الظرف ووداهن على بيت مايلز مشان يدمروا كل الادلة قبل ما يكشفوهم شركة موركوف. طبعا في عندي نظرية ثانية لكن رح اشرحها فيديو لحال. ولما بولين عم تبحث باغراض مايلز عضتها نملي، ماريون بحذرها وببعدها، وهم ببلش النمل يهجم عليهم بأعداد كثيفة، فبيحاولوا يستخدموا المياه لإبعادهم عنهم بس ما بيستفيدوا، بيشغلوا النار وبيستخدموا مواد بتشعل وبصيروا يضربوا على حالهم النار مشان يقتلوا النمل يلي عليهم، هيك بينصابوا بجروح. بيركضوا لخارج المنزل على السيارة هني هاربين من النمل، وبينما بيحاولوا يلبسوا ثياب أخرى ماريون بيلمح نفس الشخص يلي كان قريب منهم في منطقة منزل بيليام بارك، بينزل من السيارة وبيركض لعنده بسرعة لوصل لمنطقة أسفل الجسر. بيتوقف عن الجري ماريون لأنه الرجل اختفى، وبيسأل نفسه أنه وين راح. بيطلع وبيقول له أنه أنت بتشتغل لموركوف، جاوبه ماريون قال له مين أنت؟ قال له أنت أكيد سمعت باسمي، أنا سيمون بيكوك. بيسأله أنه ليه قاعد بتلحقنا؟ بيحكي له سيمون شو اسمك أنت؟ أنا إيه راقبتكم لفترة وعرفت إنكم تشتغلوا مرتزق على شركة موركوف. بيقول له أنا ماني مرتزق. بجاوبه سيمون لازم تشعر بالعار بسبب الشيء اللي قاعد بتسويه، أنت بتشتغل بالجهة الخطأ، وبعدين أنت الشخص اللي قمت بمطاردتي وأنت مصاب ومحروق، مين بيعمل هالشغلات غير مرتزقة؟ قال ماريون إنه هاد مجرد عمل، وأيضا قرأت ملفاتك يا سيمون، وأنت كنت بتشتغل لشركة موركوف لكن قبل 6 سنوات قمت بتسريب ملفات الشركة وشجعت المخبرين الثانيين إنهم يقوموا بهالشيء معك. بعدين أخبرنا وين ويليام بارك؟ جاوب سيمون وقال له بالطبع الآن أنا الشرير والسيء بينما أنت الشخص اللي عم يشتغل مع الشياطين وما أنك عارف. ويليام بارك لا تحلم أبدا أنك تعرف مكانه. وبتعرف شو هو الوور ريدر؟ الصراحة أنا استغربت من سؤاله عن الوور ريدر وأنه سيمون بيكوك ما بيعرف، أو يمكن عم يختبر ماريون إذا كان بيعرف شيء عنه. بيقول له سيمون أنا لما كنت بشتغل مع موركوف ما أقدر نام من تأنيب الضمير بسبب الأفعال يلي بعملها للعالم. كيف انت بتقدر تنام وافعالك بتدمر حياة البشر وبتعرف انه انت تشتغل لاشخاص سيئين جدا، والتجربة اللي كانت بمصحة ماوتن ماسيف لسه ولا شيء. وقام بالتأشير على مجموعة ارقام وقال له بهذا الموقع عم يصير تجارب كبيرة على اناس ثانين
وأنا بحاجة لشخص داخل مركوف ليساعدني بإيقافها، وإنت رح تساعدني، أنا ما عم أطلب منك بل عم خبرك. جاوبه بولو قال أنا لازم أعمل شغلي ما أكتر، بقصد إنه رفض طلبه. بيمسك سيمون بيكوك شغلة غريبة وبدخلها بفم ماريون، وهون بتتدخل بولين بيصرخ ماريون وبقلها إنه هاد سيمون بيكوك، تطلق النار عليه لكن الطلقات اخترقت جسده. كشف عن نفسه وكيف شكله، كان عبارة عن مثل جسم متآكل غريب، ضربها وبعدها هرب. بقرره يرجع على منزل مايز ليعرفوا شو صار فيه أو بالنمل. لما دخله كان كل شيء قد تحول إلى رماد أسود، يا أما النمل قام بتحويله يا الحريق دمره. اتكلم ماريون قال لبولين انه سيمون اعطاه احداثيات لاحد المواقع محل ما شركة موركوف عم تعمل تجربة الان. اخبرته بولين انه ما بتعرف ابدا عن الموضوع وما لازم نأمن لسيمون، حتى لو كان في شيء ما لازم انه نتدخل لان شركة موركوف ما طلبتنا لهنيك. واضافت ايضا بما انه جميع الادلة عندنا انتهت فلازم كل واحد مننا ياخذ وقته لحد ما يصير في شيء مهم، وبامكانك انت تروح هلا لعند بنتك وترتاح. وهيك بفترقوا وبينتهي المجلد الرابع، والفيديو الجاي عن المجلد الخامس والسادس. لا تنسوا الاشتراك وسلام.